هناك بقى فقرة تانية وهي أكعب الفجعان بقى شخصيته بقى هنا وقعد ياكل وبتاع وصاحب المطعم يضربه ما فيش فايدة كل همه إنه ياكل ضربه ما لقاش في البيت أكل ياكل في أي مكان عشان يجيب لأبوه المصايب بقى وفعلا أكل وبقه مليان جاي في البيت أكعب يدخل وفمه مليء بالطعام صالح في فزع إيه ده يا ابني ده؟ صفحة 45 مالك انت بقك مليان كده ليه؟ اصلا انا جعان يا بابا بعد كل اللي جعان تعال كلني لا عظمك ناشف يا بابا واخبار الحلل مش محتاجين غسيل طبعا مش احسن متحزن ملمحهم بتاع الفول والطعمية اطمئن يا بابا لا هيجيلك بتاع الفول ولا الطعمية أما ليه هيجيلك بتاع الشاورما ثاني انت ما حرمتش الراجل ده شراني عارف يا بابا وين وين خلاك تروح عنده عايز اسمع رزع في الباب واسمع رزع في الباب مين هيدخل بقى شاورما هو الأجنبي بيتر بقى دليفري بقى شفت ابنك عمل ايه؟ هو قبليه بيقول ايه؟ بيقول ما تجيبش بسيرته لحسن ياجي يلف زي القطط شوف ابنك عمل ايه؟ بيقول شوف ابنك عمل ايه؟ ايوه يا قطط عمل ايه؟ هنا عمال ادي للزبون طبق لقيت لها طبقين ثلاثة طبقين والحساب كان طبعا قالوا 11 جنيه بالضرائب طبعا ايامي ده 2008 كان على ذلك الحاجات وهنا كمان اخر 10 جنيه في جيبه ويديله ايه ال 10 جنيه طب اعمل ايه يا بابا؟ عصافير بطني بتصلصل اديهم غله اديتهم يا بابا طب اديهم زلط بعد كده انا مش معاك في الحته يا بابا طبعا مش معايا يا بابا انا بفش غله في الاكل هو ده ايه؟ الحته المهمه انسى يعني بيطلع غله في الاكل كل هم اللي رجع ابوه بيهمله ده فعلا كان ناحيه نفسيه تربويه اسمه الشرع عبد بيهمل بالتالي فجعان عاوز يعوض هذا بيقول ايه يا بابا انا ما فيش غير في الاكل وبنسى ان انا باكل وبينسى ان هو بياكل وياكل تاني وتالت ورابع هكذا وانت تحس بالمتعه واخواتك يموتوا من الجوع انا ما فيش غير في الاكل يا بابا مش في اي حاجه تاني صالح فش في السجاير أتعب ولا في المخدرات لا ده كده ولا ده خليك الأكل أحسن يا بابا في حاجات كثيرة هو ده بقى يا بابا في حاجات كثيرة اتكسرت جوا قلبي والأكل اللي هيجبره يعني الأكل اللي هيجبره اللي اتكسر ده أيوه بيقول أيوه وكمان بتقول أيوه هو متضايق وكمان بتقول أيوه يابا انا فشلت في طموحاتي ومحدش اخذ بايدي اولهم انت يقول لابوه اولهم انت محدش اخذ بايدي هو اسمه ايه اشعب اشعب سميك بكا مش بوفر لك لقمه العيش هنا بقى الحكمه بقى بيقول له يابا يابا بيقول له يابا يابا الحياة مش عيشه بس هو بيقول له حكمة يابا الحياة مش عيشه بس الأب هيقول له أما ليه يا حدق الحياة عيش وفول وطعمية وجبنة يابا أنا بشوف اللي بيلبس أحسن مني واللي بياكل أحسن مني
ما فيش حد بياكل احسن منك. شو كتاب؟ اه كتاب. انت كذاب. لا انا معاك ان مشاكلك كله من الاكل. انا عايز حب وتقدير واهتمام يا بابا. هو ده المحك، الحوار بيمشي في المحك اللي بيقول له يا بابا انا عايز حب وتقدير واهتمام. لو ده هيخليك تخف من الاكل احبك. تعال خدنا ابوك يا بابا، بيقول له بعد ما ناكل لسه هتاكل تاني؟ اصلا انا جوعت. اسم الله عليك يا حبيبي، وكمان عايز نحبك يابا. في اسرار خايف احكي لحد غيرك يضحك عليا. ده مش هيضحك عليك وبس، ده هيصرخ من كتر الضحك. يابا افتح لي قلبك اكتر من كده، لو اتفتح مش هتقفل تاني. يابا في اسرار محدش غيرك هيعرفه، بس اديني ودانك. سهل اديك وداني بس مش فلوسي. اديني ودانك الاول، يعني في تاني وتالت. نص ساعة مش كتير عليا. قول اجينا يابا. انا كنت بحب هذه مأساة. يابا انا كنت بحب. قول كلام غير ده اصدقك. قول حبيت فول بطاطس لحمة اصدقك. حبيت؟ لا لا يابا، انا حبيت بجد وديتها قلبي. انا حبيتها وديتها قلبي. هو هيرد وهيقول ايه؟ لازم اخدت بدالها سندوتشات، ما انا عارف الطفل. اشعر ضبط كلامه، كل مشاعري، وكنت فرحان طاير من طاير في السماء. لازم كنت بتحلم. لا ده حقيقة يا بابا. وبعدين لقيتها في يوم من الأيام. مأساة تاني. لقيتها في يوم من الأيام واقفة مع صاحبي بالروح، الروح بالروح. خيانة. ما هو جديد ده، الفيلم ده قديم. ياب أتعب. اصطدمت يابا، والصدمة خلاني. أيوة عارف خلاك فجعان. لا متوتر، ما فيش غير الأكل المسكين تفيش فيه غلك. ذنبه إيه؟ ذنبه إيه؟ ذنب مين؟ ذنب الأكل. ما أنا لو ما فشيتش توتر وقلقي في الأكل كنت ممكن يحصل لي حاجة. يعني أنا كأنه بيدافع عن نفسه لشعوري من خلال الأكل والفجع، ياكل عشان ما يصطدمش ويحصل له حاجة. إن شاء الله عدوينا. أبوه هيقول له إيه؟ ان شاء الله عدوينك. هو بيقول له ايه؟ كان ممكن يحصل له حاجه. ان شاء الله عدوينك يا بابا. يا بابا كنت ممكن ارتكب جريمه. هيبقى ترينك انت مجرم واجرامك ده في الاكل. ايوه مستحسن يطولك اجرامي. وانا كنت خايف عليك من نفسي يا طيب يا حنين. وبعدين زميلي نال مراد منيها وسابها واشير اليها. سابها خالص يعني. ايوه اما ما عندوش دم جاي تشتكي لي منه. عارفك شهم ولا شهم؟ شهم يا بابا. سبتها وساعتها حسيت بالجوع. يا عين عليك يا ابني. ورحت عوض ذكري المذاكرة وارتحل بالثانوية العامة. حد يروح للبعبة برجليه؟ فشلت وجريت جريت دير الخيبة. ما طول عمرك جريتها. قلت اعوض الفشل بحب تاني، يعني عمال يفشل ورا فشل. ايوه فوق وفشل سريع. ازاي؟ قابلت واحدة عمال تبص له وتضحك. وبعدين طبعا ابتسمت. وكلمة ورا كلمة ومش عارف
جاية تقول لي معلش معلش غلطة، أنا حبيت إن صاحبي يغير مني فابتسمت لك. يعني كنت كوبري مغفل ومشيت بجر الخيبة. يا ابني كفايات حكايات الفشل والتوتر. شفت يابا، أنا لما بحكي لك ما بحس بالجوع، أهو بقالي ساعتين بحكي. أول مرة تعملها ده، لسه في حكايات تانية يا بابا. جد أحسن لك المطبخ قدامك ولا والتلاجة وراك، اختار فيهم. يا ابني يا بديني ودانك، خلاص ما بقيتش ودان، ما بقيتش اسمع. يابا في حاجات كتير عاوز افضفض، فضفض بعيد عني. انا عايز حد يسمعني، ومين المستطيع اللي هيسمعك؟ حكايات كلها فشل، ويمكن يابا يمكن قعدتين ثلاثة وفضفض وأكون كويس، ولا قعدة تانية. يابا أنا لا، يابا لابد تصبر شوية عليا، اصبر عليا. الأكل مش كفاية، أما ليه في إيه تاني؟ يابا الرعاية والحب أهم من الأكل. أنت شايف كده؟ ده بعض من بتاع شخصية الفلاح. برضه شخصية الخواص بيأتي شخصية الخواص. وشخصية برضه النصاب هكذا، أربع شخصيات لحد لما الأب هيلقى زمام البيت هيبكس منه. و مرات برضو في شجار معاه وحاسبها، والخواجة طبعا تنفرد بالمرة، يعني كأنك أهلك خواجة أجنبي، وبيدخل في دون الناس والأمم ما إيه ذلك.